تدري ايش المشكله؟ المشكله لما يكون عندك عصير، عندك ليمون، عصير ليمون، وعندك مويه زمزم، زين، خلطتها سوا، هذا الخليط الثالث لا هو بليمون ولا هو بزمزم. هذا المسلم المعاصر كثيرا منه عنده قيم اسلاميه، لكن عنده ايضا لوثات غربيه، مخلوط زي ما تفضلت، وما يقدر. هذه شوف النظريات الغربيه انفجرت في مكان ما وفي زمن ما، وما زلنا نتنفس ابخرتها، شئنا بينا احنا في مكان واحد، ياتينا ما ياتي الاخرين لكن بدرجات متفاوته، واستقبالنا بحسب جهاز المناعه حقنا. الامر الاخر، انت لما تروح محل من محلات الاثاث الجميله المرتبه هذه، تلقى لك كذا كرسي جميل، اوف، ثم تسقط على البيت عندك، ركب ممتاز، تقوم تشتري، صح، تمام، تروح تركب البيت يطلع شيء. طيب ليه ليش طلع شيء؟ لانك انت ما شريت الكرسي يوم جيت تشتريه، انت شريت المشهد كامل. الذي جعلك تختار هو المشهد كامل، الكرسي والذا والأباجور اللي جنبه والوردة والكذا ولطف البائع اللي جنبه واللي كذا كذا، هذا كله أنت اختزلته في الكرسي، فلما جيت حطيته هناك ما طلع صح. كذلك في الثقافة الغربية، الثقافة الغربية ما يقدر تأخذ قيمة، هي باكج تأخذها تجيب معها الباقي. واحد مثلا طلع مع عياله يسبحون في الشاطئ وما لبسوا شيء كويس، ومروا ناس قاعد يناظرون، ليش تناظر؟ هنا زمزم، ليش ناظر زمزم؟ طيب واللي ذولا هذا العصير، اختفصت الرجت، طيب ليش تناظرون؟ لا يا حبيبي، خذ الباكج كامل، بتفصخهم بالناظر، ما انت مفصخهم بيحتشمون، احنا نحتشم. وهذا الاشكال، انت ستنظر باي نظاره؟ هذا الفكره الاولى. طيب خلينا نتكلم شوي اذا تأذلي في العلاقات المعاصره كذا في رحله ممتده. اولا، أول شيء للحاد وأثره على العلاقات، وتحدثنا عن غياب الرقيب، غياب الأخلاق، غياب المتجاوز، غياب اليوم الآخر، لا يجعلني أتعامل بطريقة جيدة مع الآخرين. ثم انتقلنا من الحاد إلى العلموية والتركيز على العلم التجريبي. يقول فوكو، يقول الإنسان الذي ولد في القرن 18 لم يوجد بعد، ليش؟ قال لأنه ولد مع ميلاد البحوث الكمية في العلوم الإنسانية، فأصبح هو مجرد يعني خلايا وأمعاء ورقم. كم الحزن عندك؟ من 8 كم؟ من 10 كم؟ مشاعر ما. هذه العلموية وجت معها العقلانية وجت معها النظريات الفلسفية. طيب تاه الإنسان، أصبح الإنسان تائه ما بين ذئبي هوبز وكلب بافلوف وقرد داروين وثعلب ميكافيلي مياكافيلي وحجر سبينوزا وإله نيتشه الذي مات والورقة البيضاء حقت جون لوك الذي تجعل الناس ضحايا لمن كتب فيهم. هذا الإنسان عند المعاصرين ولها تجليات في حياتنا. إذن بعدها جت العلموية والفلسفات، وبعدين جت المادية، وكيف فرغت الناس من الداخل وجعلتهم يركزون على الشكل وعلى المظهر. ألا ترى أن الزواج أصلاً ارتباط أرواح؟ فلماذا يذهب المهر كله للجسد، كله للسفر، كله للأثاث، كل الصرف؟ احضر دورة، اقر، تعلم، اطلب الله، استخر، لا 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 لا، هذا الجوهر ما أبغاه، خلني أنا على المظهر. فبدأت المظاهر، وبدأت المظاهر ليس بس على مستوى العلاقات، حتى على مستوى العلاقة مع الذات. المظهر، الفتاة كل شيء تهتم فيه في جسدها، كل شيء. وأصبح بعض الفتيات أصلا منجزها جسدها، منجزها الذي تخرجه للناس هو جسدها. وأيضا الشباب عندما يلبس ضيق ويلبس لك قصير ويطلع لك مدري إيش عرض أزياء لعضلاته، طيب هذا يلعب في النادي عشان سكس باق وعشان كذا وعشان كذا، يطلع يدخن، هو لا يبحث عن الصحة ويبحث عن اللياقة، يبحث عن الشكل. الصحة جوهر، اللياقة مظهر، هذا التفريغ عالي جدا عندهم. طيب بعدين هذا لما جاءت المادية جاءت الحريات، أنا حر ستيل، ما سوى شيء، اسمعهم يقول ما ضرك، الناس حرة، طيب أنا حر وأنت حر، أنت حر ما لم تضر، أنا حر خلاص، ما في قيود، ما في أي شيء، وأفعل في جسدي ما تشاء ما أشاء. أصلا فلسفة الإسلام والعبودية لله، أنت لست حرا، وفلسفة الغرب الحرية والتملك. طيب أقصى يمين العبودية أن تكون حرا إلا لله، إلا مع الله تكون عبد، وأنت إذن حر صدق. أقصى نماذج الحرية أن تكون عبدا، ليش؟
لما نوقشت فكرة الحرية وصلوا يعني أي فكرة عشان تعرفي صح ولا غلط اطردها خلها إلى آخر شيء. قالوا لهم طيب تعالوا الجسد الآن جسدك أنت حر فيه، بمعنى تستطيع تبيعه، لأن فكرة حرية تملك، أنا أملك حقي، أنا حر في وقتي وفي شكلي وفي جسدي، إن قال لي أقدر أبيعه تحويه لعبد، وإن قال لا نقض الحرية، إذا لست حرا. شوف طردها إلى أي مستوى. طب هذه الحريات، حريات أن لا يوجد متجاوز أحتكم إليه، لا حلال ولا حرام، ولا إنما هو الذات. أعجبني، ليش خدته معجبني، ليش تلبسه معجبني، ليش تأكله معجبني، بس معجبني، ما في حلال ولا حرام ولا عيب ولا حسن ولا قبيح ولا شيء، معجبني. طيب جاءت بعدها النسبية، لما أنا حر وأنت حر أصبح الحق نسبي، أصبحت الأذواق نسبية، أصبح شكل العلاقات نسبي. أنا وأنت يمكن ويمكن كثير من اللي سمعنا الحقوا على وقت الإكرام أن يكون ضيفا هو أو مضيف ويذبح ذبيحة. طيب الآن لا، صار يروح للناس يحطوا له برجر ويقولوا لا شو أنت تشوي، لا يفوتك أبو بدر حط جبن وحط سلطة، طيب أنا الضيف. طيب أنا قد أراها أنها نوع من الإسفاف، هو يراها نوع من الإكرام. أقول له ليش هذا إكرام؟ يقول أهم شيء يصير واحد على راحته، أنا عندي إكرام النفس، هواه، أنا أعطيتك هواك، بالله عليك مو بأحسن كذا جالسين ومروقين. طيب بعض الناس شوف النسبية، ما حط لك ذبيحة، أنا لا أدعو لذلك ولا أفعلها أصلا، ما حط لك ذبيحة، ما حط لك، لكن حط لك سمك وحط لك بما يتجاوز قيمة أصلا الذبيحة أحيانا. بس أنت ما أدري الكرم وين، ما أدري، أنا الكرم مو بهذا، أنا الكرم للشكل في ذهني وأنت الكرم للشكل في ذهنك، هذه النسبية. النسبية أنه ما عاد في شيء في العلاقات، فلا أعرف ما خطوطك الحمراء، لأن ما لنا خطوط حمراء معلنة، ما في شيء يجمعنا. لما جاءت الحرية وجاءت النسبية جاءت الفردانية، لأن حرية زائد نسبية فردانية، كل واحد بالحالة. طيب إيش معنى بالحالك؟ بالحالي يعني أنا أستمتع، لأن نسبية ما راح تفهمني أصلاً، وأنا حر ما أبغى أحد يضغط علي، لا عائلة لا أسرة لا قانون لا مجموعة ضابطة لي لسلوكي، فأنا حر وفرداني وحط السماعة في إذني وتشرنق حول اهتماماتي، والسوشيال ميديا تعطيني اهتماماتي وتعطيني اهتماماتي وتعطيني رموزي، لا تطلع بس من شرنقتك، إحنا نوفر لك كل شيء، هذا شيء جميل. لكن الحرية والفردانية لا تعطي الأمان أبداً أبداً. أنا يا أبو عمر لما أسوق في شارع ما في عيون قطط، جديد توه ممسوح، أنا حر أروح في الأوسط أروح في الأيمن، لكن أي بوري بيرعبني، صح، لأني أنا الآن حر. طيب لو معي واحد يمكن هذا الواحد بيقول لي انتبه، بس أيضا أنا فرداني ما عندي أحد، فكل شيء لا تجتمع الحرية والأمان أبدا. طيب ما هو مصدر الأمان؟ الأسرة يعطونك حريتك بأمان، ما في مشكلة. طيب لذلك كان السابقون ماذا يفعلون؟ يمددون الأسرة، عجينة الأسرة يمدونها. كيف يمدونها؟ يجي يقول سلم على عمك، هو مو بعمي، سلم على خالك، مو بخالي، ولكن عندما أمنحك لقب أمنحك صلاحيات عليه، فإذا منحتك الصلاحيات عليك بالمميزات، بتوقف معي تسندني، إذا طحت بتوقيني، إذا طلبت بتعطيني، وإذا أخطأت بتسامحني. أنت عمي، أنت خالي، أنت أستاذي، أنت إمام مسجدي، أنت زوج خالتي، أنت أنا فرداني لا أريد هؤلاء، لأن هذه المميزات إذا أنت بتاخذها منهم التزم بقوانينهم، شعرك مو على كيفك، لبسك مو على كيفك، مدش تقول في السوشيال ميديا مو على كيفك، أنت تمثلنا، أنا ما أمثلكم، أنا فرداني، إذن لا مميزات لك. فيعيش الحالة فردانية في الفرح حفل الحالة وفي الحزن، وهذا خاصة هالشعورين، الأفراح إذا شاركتها تضاعفت والأحزان إذا شاركتها ضعفت، لكنك أنت فرداني. طيب جاءت هذه الفردانية وانحسرت العائلة بعدها، لأن العائلة الآن ما عاد يتدخلون، وترك كل واحد وتجزرنا، أصبحنا في جزر، والسوشيال ميديا وفي اهتماماتنا ومتشرنقين، انتقلنا من انحسار هذا إلى حالة تسمى الأموبيا. الأموبيا في علم الاجتماع هي فقدان المعيارية. أنا كفرداني الآن لا أهلي يقولوا لي صح ولا غلط، ولا الدنيا ولا الأذواق ولا الدين ولا الأعراف ولا العادات، ما في شيء. جت الأموبيا اللي هي حالة عدم المعيارية، وش الصح وش الغلط وش كذا، ما في،
ما في من تجليات الأموبيا بالمناسبة، فصل الدال على المدلول. يعني لما تروح تشوف مقلة على شكل ساعة وطبل على شكل كرسي، طيب هو طبل ولا كرسي؟ فصل الدال على المدلول، ما أدري. طيب هل صح ولا غلط؟ ما عاد تدري. طيب إيش معنى فصل الدال على المدلول؟ معناها أن الدال لا يدل على هذا المدلول، يعني اللي له لحية مو بلازم ترى إنسان خير. طبعا صح، لكن لا تجعل الاستثناء هو القاعدة، الأصل أنه إنسان خير إن شاء الله. طيب اللي عليها عبات مو بلازم تكون محتشمة، ليش يا أخي؟ لا فصل الدال على المدلول، ليس بالضرورة، كلش ليس بالضرورة، كلش لا يمكن، لا يمكن، واستثناءات فتحول الاستثناء هو القاعدة أصلا، هذا فصل الدال على المدلول. فهذا سبب شيء اسمه فقدان المعيارية. فقدان المعيارية يعبر عنها باومان بخلو العرش. شنو خلو العرش؟ قال أن لما جاء نيتشه وأعلن موت الإله، أن لا يوجد دين يحكمنا، يحكم الصواب الخطأ. طيب من وين جيب الصواب الخطأ؟ من الإنسان. طيب لما جاء الإنسان وجاءت النسبية وجاءت الفردانية وتشظى، فمات الإنسان أصلا، مات الإنسان، ما عاد فيه أصلا، الصواب عندي خطأ عندك والعكس، فمات الإنسان. فلما مات الإنسان خلى العرش، لما خلى العرش تقلدت الموضة الكرسي وأصبحت هي الحاكمة، وهي الصواب وهي الخطأ، وهي اللي تعلمنا أنها إن إحنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط. لما جت الموضة، الموضة لأنها متغيرة، طبعا قانون الموضة الاستمرار في عدم الاستمرار، هذا قانونها، تبديل الرموز، تبديل الرموز عشان أقدر أبيع 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 أبيع. لما شافوا الدعوة كذا من حاسة وكذا، قالوا معليش أيها الإنسانية، إحنا خربنا معاييركم وخربنا أموركم وكذا، إيش رأيكم بنسوي لكم علمانية؟ علمانية معناها أنقلك من المحلية إلى العالمية، نوحد النموذج، إيش رأيكم؟ قالوا والله حلوة، شلون نوحد النموذج؟ قال أنا عندي منتج، طبعا المنتج قد يكون ثقافي، قد يكون مادي، قد يكون معرفة، أيا كان، بس المشكلة أنا واحد وأنتم مختلفين محليين، لا أنا بسوي كذا، طق أبا أوحدكم ليعطيك منتجي. لأنك أيها المحلي السعودي مثلا، إذا كان بيلبس شماغ ما أقدر أبيعك رفتتي، إذا كان بيقرأ باللغة العربية ما أقدر أبيع لغتي، إذا كان هو بيكتفي بمطاعم المحلية ما أقدر أجيب له محلاتي، ما أقدر أبيع له رموزي، ما أقدر أبيع له قنواتي، ما أقدر. فلا بد أن أحد ثلاثة، إما الآخر هذا أن يصهر بالاستعمار وبالقوة، أن يصهر أو يذوب بالإعلام وبالتعلم وبالكذا، وإما أن يقصى. ولذلك يصبح المختلف ليس مختلف وإنما متخلف. أنت وين عايش؟ ما عندك نتفليكس؟ لا ما عندي. ما عندك سناب؟ لا ما عندي. بالله عليك جوالك وش آيفون ولا؟ طبعا النموذج دائما ثنائي، يقولك آيفون ولا جالكسي؟ لا أنا لا آيفون ولا جالكسي. مسكين ذا، وين مسكين ذا؟ أنت تخيل يعني شوف في كل شيء طبعا، في الأجهزة، في الرياضة، كان اللي حتى لو عندك ثلاث فرق تشجعها، ريال مدريد وبرشلونة، إذا ديربي اللي يسمونه ديربي الكون والأرض، لأن الناس تنقسم قسمين، توحيد نماذج، يا هذا أنت مع هذا ولا مع هذا؟ لا أنا لا هذا ولا هذا، وأنت وين عايش؟ وهذه فكرة، هذه إشكاليته. نجي للماركات، أصبحت الماركات هي المعيار بين هذا وهذا، فاهم ولا مفاهم، عنده ذوق ولا ما عنده ذوق، عنده فلوس ولا ما عنده فلوس. تجي للمأكولات، تجي للغة، تجي للعملة، كل شيء توحد. تجي تعال ما عندك شيء محلي أنت اسمه صحف، أنا أعطيك تويتر، عندك قنوات أنا أعطيك يوتيوب، أعطيك نتفليكس، وحط فيها اللي يبغى، قيمي حط فيها قيمي. أنت إيش عندك؟ عندك مثلا أي شيء أنا ببدل لك. هذه العالمانية، انتقال من المحلية إلى نموذج واحد موحد. هذا النموذج بس شوف سطوته كيف، شوف سطوة العالمانية هذه. أنك لو تروح لأي بلد شرق آسيوي أو كذا، والأزقة وكذا، تشعر بالعدم الارتياح، عدم الارتياح، لين ترتمي أنت وأبنائك في أحضان النموذج الغربي، مول، أبراج، ماكدونالدز، روحوا تمشوا، خذ راحتكم، تجلس كذا أنت مرتاح. طيب نفس الناس اللي كانوا برا خطرين أيضا هم جوا خطرين. لا هذا نموذج ارتسم في عقولنا. خلي أعطيك بس فكرة بسيطة في العالمانية، بسألك سؤال والإجابة عليه سريعة، تأذن لي؟ أبغى أجلكم الله حيوانين بحرف الألف. أسد وأرنب. يعني أسد وأرنب، ممتاز. أسد وأرنب لا توجد في بيئتنا، إنما في التلفاز، في أفلام الكرتون، بيئتنا فيها إبل وأم جنيب وهذه بالحرف الألف، زين؟ الإنسان ليس ابن بيئته، ابن تعبئته. هذه جاءتنا من الإعلام، الإعلام هو اللي حطها فينا، مين موجود عندي؟ مين في بيئتي؟ لكن ما في أسد عربي؟ لا ما في بيئتنا، يعني إحنا لا نتعرض له كثيراً.
ولكنه في التعليم مثلا موجود بكثرة. فلاحظ الآن جت العلمانية وأحدثت هذا الشيء. هذه العلمانية لما حضرت جاءت عاد أفكار مثل فكرة النفعية. أنا شو استفيد؟ أول سؤال لانهيار الأخلاق، أنا شو استفيد؟ أصبحنا كذا، أنا شو دخلني؟ واحد كاتب يقول أخذت الجرعة الثانية، رد عليه واحد يعني ما أنا فرداني وعندي اهتماماتي وأنا نفعي وش أبغى فيك وش علي منك سلامتك يعني بشر أمك. كلها تجليات الفكرة أنا ما لي علاقة فيك، فكرة النفعية. طيب بعد النفعية إيش صار؟ جت فكرة تعاقدية. شوف أنا لما أتكلم يا أبو عمر أنا ما ضد هذه الأشياء، لما أجي أقولك ترى السيارات سبب أن الناس ما عاد تمشي وصارت سمينة مو معناها قفل السيارات، لا المصنع لما أجي أقول هذا المصنع جميل ومنتجاته جميلة لا يجب أن أتجاهل نفايات هذا المصنع. أنا قاعد أتكلم عن نفايات الحضارة، هي جميلة ورائعة وكذا لكن لها نفايات، خلونا نركز على النفايات. نجي التعاقدية، ليش نبغى نركز على النفايات أصلاً؟ عشان أعلمك الآن، عفواً عشان أذكر الآن فكرة أن هذه النفايات قاعد نستنشقها إحنا وقاعدة تلقي بظلالها علينا. يعني لاحظ الآن واحد من الشباب كان في قطار يقول طالع أنا من دولة لدولة من مدينة لمدينة في الاتحاد الأوروبي، يقول بس نزلت خدت لي كافي ورجع، يوم رجعت ألقى على البوابة أن هذه القطار متجه إلى فرنسا، يقول ما كنت أدري، يقول لو ما نزلت لا ذهب بي القطار إلى حيث لا أريد. إحنا في 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 الحياة نعيش في هذا القطار، نحتاج شوي ننزل ونشوف إحنا وين رايحين، بس أنت بشوي بوعي. وترى ركوب القطار ترى شيء صعب. شوف الآن صورنا في الشتاء حقت العام، شوف تقول شلون أنا وش اللبس وش الذوق وش كذا. طيب كنت كاشخ ومبسوط وفرحان فيها، أنت كنت ذيك الأيام راكب قطار ما كنت تشعر فيها لأنك ما تمشي بوعي، ما كنت تمشي فيها بوعي. الآن الطفولة كم أمضينا فيها إلى المراهقة؟ 21 سنة إحنا ما بين مراهق وطفل، فما بالنا 21 سنة لا نستطيع أن نتعامل مع المراهق والطفل. طيب إحنا مرينا بالتجربة، المرور بلا وعي لا يسمى تجربة، ما كنت واعي في التجربة. أحتاج ننزل شوي. الصحابة لما تقاتلوا رضوان الله عليهم، أنا وياك جالسين كذا ونقرأ التاريخ نقول يا أخي والله العظيم واضح الحق مع علي. طيب ما بالهم كبار الصحابة، هو داخل صعبة لما تكون تجول جو الحدث، الأمر صعب جدا لعملية التقييم. طيب خلنا نطلع الآن، هذا لما جاء التعاقدية اللي أنا بيني وبينك عقد، نبدأ في كذا ونطلع في كذا، تعطيني وأعطيك، علي وعليك. التعاقدية رائعة غارقة في القانونية، فقيرة في الإنسانية، فقيرة في الإنسانية. التعاقدية معناها أن اللي اتفقنا عليه نسويه، وأن التعامل بالعدل وليس بالفضل، مع أن الأصل التراحم بين الناس، ولا يلجأ إلى التعاقدية في العلاقات سواء الأسرية أو في العلاقات الإنسانية، لا يلجأ إلى التعاقدية إلا عند الخلافات، هي دواء ليست هواء. مو دائما حقي وحقك أنا وأنت، تسربت حتى إلى الأسرة، هذا علي شغال عليك والسواق علي ولا مدري إيش وهذا مدري إيش والملابس كذا، ما لي دخل إلا لي دخل لك دخل ما لي دخل. طيب ليش؟ الأصل قائم على التراحم، إذا كره منها خلق رضي منها آخر، وهذه الحياة أني أسامحك تسامحني. الحياة الأصل فيها التراحم. الله عز وجل يقول، هذه من الآيات العجيبة سبحان الله، ولا تنسوا الفضل بينكم. لحظة متى جت الآية؟ جت الآية أن واحد قدم لزوجة وأعطاها مهر، ما أصلحه لم يدخل بها ما أصلحه، وجاء بهون له نصف المهر. فالله يقول لا تنسوا الفضل، يقول يعني يقول للزوجة إما تعطينا المهر ترجعين لها النص هو حقك لكن ممكن ترجعينه، أو أنت تتنازل بنصفك أنت لها وهذا حقك لكن تقدر تتنازل تتفضل. الله يدعونا أن نتفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم. عمر أي فضل؟ أنا بس أي فضل أنك شربت شاهي عندهم، خذ لك فنجال عندهم، أبوك ارتضى أبوها أن يزوجك وثق فيك، هذه العشرة البسيطة هو فضل. ذلك العربي القديم كان يلزم أن يشربك فنجال، اشرب فنجال لأنه سيلزمك بهذا الفنجال، لأن هذا الفنجال يجذر العلاقة، علاقة الفضل وليست علاقة العدل، أني أسيء لك عندما تسيء لي، لا أن أسامحك عندما تقصر معي. فهذه العلاقة التعاقدية حلوة مرة لما يكون الحق معك، سيئة جدا لما يكون الحق مو معك، مو لأنك مخطئ لأنك ما فهمت حقوقك أصلا، ما فهمته في عالم يعج بالقانونية المتشعبة والمتغيرة. طيب هذه التعاقدية الآن دعتنا إلى حاجة اسمها الترشيد. طيب وش الترشيد؟ معلش بطولت عليك. لا والله شوف الرحلة، شوف الترشيد إيش معنى الترشيد.
معنى الترشيد أن طبعا شوف في قاعدة مهمة، أي ثلاث أشياء إذا وجدت في عمل ما نزعت منه الأخلاق، يقل الوازع الأخلاقي. ما هو؟ البيروقراطية، أن يأتي أن تأتي المهمة من أعلى، يجيك يقول لك والله ما لي دخل أنا عبد المأمور. اثنين، أن تفتت المهمة، تكون مهمة صغيرة ومتكررة، أسويها دائما أسويها دائما أسويها دائما، أحط رقم أحط رقم أحط رقم. ثلاثة، أن يكون من وقع عليه هذه المهمة، نسميه الضحية، هو شيء يحدث دائما وهو رقم ومتشابه. هذا الترشيد به قامت النازية بمحارقها. فكل واحد هذا ياخذ الأسماء، هذا يلبسهم، هذا يعطيهم أرقام، هذا يقولون له كل 100 دخلهم سيارة، يدخلهم أوخر أنا عندي عيال، أنا أخي أنت رقم، أنا عندي تشيكليست، أدخل أدخل هذا الدب دخلوه بالقوة، لأنه لازم يدخلوا 100، لازم في أحد بيسألني. تنتهي مهمتي، ترى مهمتي قصيرة، وهذه فكرة الترشيد، أن مهمتي قصيرة. عندما تكون مهمة قصيرة لا يوجد في المهمة قصة إنسانية، ما يوجد قصة إنسانية. مهمتي هذا اللي زاعق ما أدري إيش راح، إيش قصتي والله ما أدري عنه. خذ هذا السواق وين؟ قال والله ما أدري، أنا هنا ودوه عند الحوش هذا، عند الحوش هذا وش عنده؟ قال هنا أنا، قالوا لي دفهم بس في المحرقة. لذلك المسيري يقول أن الترشيد، أن النازية قامت بصهر الناس بالترشيد، وأن الحداثة قامت بإذابة الناس بالترشيد. إذا موتت العلاقات، شوف الترشيد من في أبشع صوره في المستشفيات. تجي أنت عندك قصة مريض، تجي اللي حاسبك واحد مهمة سريعة كذا زين متجلس، ثم يجي واحد ما يناظرك، أبو عمر أبو عمر، طب ما يناظرك، أي واحد يقوم يمشون على واحد ثاني. صحيح. اللي خذ اللي سوالك فحص واحد ثالث، طب بقول لهم قصتي أنا، ترى أمس جايكم أمس هذا يعورني واليوم هذا يعورني، ما حد بيسمع قصتك. طيب شوف الدكتور إن شاء الله، ثم يوديك واحد رابع، تدخل على الدكتور، الدكتور يتعامل معك على أنك شيء، على أنك سجل مرضي، يفتح يشوف ما شاء الله اليوم كويس ما شاء الله عليك، وما أدري إيش كان مسحوم ما نظر في عيونك، ما شاء الله الله يوفقك، وكان بكرة عملية، إيش عملية وأخو، شوف قصة إنسانية، في فعل إنسان، إخوان وعياله ضاقت صدورهم لحلقة إلا بالله. طيب شوف إلى ذا راح الواحد ثاني، أنت بالنسبة له رقم ما في شيء. طيب يلام هو؟ لا ما يلام، بس أنا أقولك بشاعة الترشيد. طيب جاب من بكرة ركبوني في هالكرسي ودفوني ولبسوني لبس وحطوا لي رقم، أنا في الأخير رقم. أنا أبو فلان بس بعلمهم، حسران تعبان جوالي ما أكلت، ما حد بيكلمك إن شاء الله. طيب حط، ثم يشيلوني اثنين وعلى على السرير، وعلى اثنين ذولا غير العشرين اللي قبل، بقول شيء جماعة وقفوا شوي بقول شيء، ما حد بيسمعك حد بيسمعك. بعد العملية واحد يضرب حق البنج، واحد غير وهذا واحد غير، واللي وحق الإفاقة غير، وحق اللي يجي يشيك عليك غير. يا أخوي فكوني، أنتوا إيش قصتكم أنتم؟ أبى أقول شيء، ما راح تقول شيء، ما راح تقول شيء. نفس الفكرة في الفنادق، نفس الفكرة في قضية التطبيقات التوصيل، تطبيقات التوصيل مليانة تعاقدية، بيني وبينك عقد، أطلبك أحاسبك وأعلمك وين بروح، وأركب سماعاتي في أذني، ولا أدري من أنت ولا تدري من أنا، ونروح ولا شكرا ولا كيف الحال ولا في قصة إنسانية ولا شيء. طيب أنت مالك علاقة أصلا، مالك علاقة، أنا ركب معي أحد ورحت مكان خطر أعرج، وأنت تعرف واحد دكتور، مالك دخل، أنزل أعطيك 5 متى؟ إذا لم تمارس إنسانيتك أعطيك 5 لأنك ما سولفت، ما زعجتني، ما تدخلت، 5 أنت إنسان كويس. ليه كذا؟ لا والله شيء غريب صراحة. طيب هذه عملية الترشيد ودتنا لحاجة اسمها الكفاءة. الكفاءة إما أن تكون كفؤا أو تسحق، بمعنى لما جاء نابليون وقال جماعة غلط اللي قاعد يصير، أن الناس النبلة هم اللي يتوارثون المناصب والذا، لازم نسوي التعليم للجميع، فبدأ الفقراء صار التعليم للجميع، حلو ولا مو حلو؟ حلو، كافأة الفرص، حلو، وأصبح صاحب المنصب ليس لأنه هو ولد فلان، لأنه مميز، فأصبح النجاح مستحق والمال مستحق، وكذلك الفقر أصبح مستحق، وأصبح المسكين غبي جاهل لم يتعلم كسول ما حد يفزع معه، خله تركه. فهذه الكفاءة وإن كانت جيدة، الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. من مسألة كفاءة يا أخي، خذ العبد المسلم، في كفاءة، في حد أدنى من الكفاءة، إذا وجدت في واحد مسلم أنا آخذه، لا أنا أهم شيء اللي ينفعني أكثر،
نجيب. إذا تشوف استخدام غير مسلم وكذا ومدح غير المسلم ما في إشكالية، لكن أعرف أن لا في منظومة قيمية لابد أنك تراعيها. فنجي الكفاءة الآن. الكفاءة لما بدأت تجي بشكل قوي جدا وأصبح الناس يتلهفون لزيادة قدراتهم وكفاءاتهم، وكان على حساب ماذا؟ حساب الأسرة. أغيب كثير عن عيالي، تعال أصلا ليش عيال في السيف إذا عنده عيال كثير أو هي عندها عيال كثير؟ ترى هذا مشكلة، مشكلة في التوظيف، مشكلة صارت أم وعندها عيال وكذا، لا بتشغلني، لا بس تقصر، لك ما نجيب عيال ما نجيب كذا. فإذا كان الفراغ مصيدة، عفوا إذا كان الفراغ مفسدة، النجاح والطموح ترى مصيدة للناس، ما يجيبون عيال ما يجيبون أسرة ما يكونون. أصبر أبا أخذ دكتوراه، أبا أخذ كذا، أبا أخذ كذا، أبا أخذ كذا، أبا أخذ كذا، ما نبغى نجيب عيال، ما نبغى مسامير، ما نبغى أحد يثقل خطانا. فلما جاءت الكفاءة جاء شيء اسمه التنقل، اعتياد التنقل من وظيفة لوظيفة، من بلد البلد. من ثبت نبات يا أبو عمر، من ثبت نبات. في العلاقات لا تستطيع أن تكون علاقة حقيقية مع آخر إلا بجذور، في جذور، بدون جذور يا أخي أنت مجرد رقم. جانا موظفين وراح موظفين وما أدري إيش، جاء مرة من مرات مدير شركة ودخل قال وش ذا العالم ذي عندنا، صلى في مكان ولقاهم وش هم ذول، قال والله ذا عندنا من سنتين وكذا، قال خلاص سووا تدوير لأن وجودهم مع بعض ما يصلح. شوف التعاقدية مع الترشيد، هو أعطى أمر واحد نقلهم، طيب ترى قصة، في قصة خلفها، شلون بيسدد بيته وأجاره وبيضف أغراضه وعفشه وهله وجيران اللي كونهم وما أدري إيش وعياله ومدارس عياله وذا، بس كذا شيلهم. قال لي ما يصلح عشان في نوع تجديد الدماء، الترشيد تعاقدية. طيب عيا العقد اللي بيني وبينك، تبي ويلكم ولا توكل؟ طيب غلطان أنا؟ لا، تعاقديا لا، إنسانيا خارق في الغلط. تشوف الناس يجيك مثلا عامل عندك ويشتغل أنت متفق معه بخمسين، طيب الأصل إذا خلص كم تعطيه؟ خمسين. طيب هل هذا عدل؟ عدل، اتفقنا خمسين صح؟ طيب لما تيجي تقول أنا والله جبت لهم غداء، سوف عربك جبت لهم غداء والله كان ناقص شيء ورحت وجبته له وكذا، ما بقول أنت صاحي ما عليك منهم، أنا جايب له فلوس يشتغل في الشمس ما علي منه، أما أدريش عادي، ترى هم عادي كذا، هم متعودين. لذلك نشأ مصطلح في أوروبا خاصة، عنصرية أوروبا، نشأ حاجة اسمها مع الترشيد ومع التعاقدية ومع التشيء، أن الناس أصلا هم مجرد أشياء، الناس مجرد أشياء. أنا قاعد أشوف هذا العمال عندي علينا شيء عادي، ترى هم كذا متعودين، شو بيشيل ثقيل لا تساعده، ترى متعودين ما عليك ما شاء الله يشيلك معه، ترى طب خليني أساعده، لا 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 تساعده، تساعد خله خله خله. متصادمين وفيات، عسى مو بسعودي، عسى مو بكذا، من مثلا من مدينتي ولا لا لا، أشياء، هم أشياء أشياء. نجي نلقى اثنين يتهاوشون تا 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 تا، صوروا محتوى، صورهم، لأنه مو من جنسيتي ولا من عرقي ولا من قبيلتي، محتوى سوي كويس، صور محتوى ضحك وطقطق. يا أخي في هنا حدث إنساني عظيم، في خصومة، لا 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 لا، هو محتوى نطقطق عليه ونضحك وننبسط، هذا هو عملية التشييع. التشييع أني أرى أن هؤلاء مجرد يعني محتوى ولا يرتقون لمستوى. أوروبا إيش كانوا يسمون بعض هذه الجماعات مع التشييع؟ وما كانوا يسمونها شعوب الحشرات. الحشرة لما تجي أنت الآن وتشوف مثلا في نمل على المغسلة كذا تفتح الموية صح؟ طيب وبعدين أنت ولا شيء، إيش صار تحت؟ ما تدري إيش صار لهم وتبهدله ودله وكذا. أنت تمر مثلا وتسوي أي حركة للنمل وتلخبط، يقعد له ساعتين متلخبط، أنت بالنسبة لك ما سويت شيء. أنت ترى أن الحشرات تستطيع التكيف والتوالد وتتقبل السحق، في شعوب كذا ينظر لها أنها عادي، ترى عادي إيش يصير لهم، ودي يجيب ودي يجيب عادي، يسوف على مدري إيش. هذا التشييع، هذا التشييع، نقلنا الحاجة التشيء مع الكفاءة مع التنقل. طيب التنقل دفعتنا الحاجة اسمها الآخر الغريب، خطر، أن الآخر خطر. طيب ليش أنا أسوق لك الخوف؟ عشان أبيع لك كاميرات، أبيع لك أمن، أبيع لك منظومات أمن. الآخر خطر عشان أبيع لك صحة، أجيب لك أكل صحي. الآخر خطر عشان ما أخليك تأكل من المحلات الصغيرة تروح تماكل المحلات الكبيرة، لازم الآخر خطر علشان أنا أقدر، عشان أقدر أكسب. لآخر خطر، طبعا الفكرة فيها فكرة نفعية مادية بحتة، حتى فيما يتعلق بالأسرة. الآن الأسرة وجود الأسرة يقلل من المبيعات، تفرقها أكثر، لما أربعة قاعدين في سيارة واحدة، إذا تهاوشوا صار أربع سيارات، ستة قاعدين عند تلفزيون واحد، تهاوشوا صاروا ست تلفزيونات، خلهم يتهاوشوا خلهم يتفرقون أحسن.
فشوف كيف ينظر للإنسان من هذه الزاوية. طيب جاء في وهذه آخر 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 رحلتنا، جاء بعد ذلك لمسألة التخطيط للتقادم. تخطيط للتقادم، خلونا نتفق أن مثلا كان هذا عام 1929 بعد وول ستريت، بعد الثلاثاء الأسود يسمونه، انهيار البورصة الأمريكية، ما عاد أحد يشتري شيء، ما عاد يشترون أجهزة، ما عاد يشترون أدوات، صار كل التركيز على الأطعمة. الناس يعني تجار التغذية زاد المبيعات عندهم. طيب المصانع قفلت، قالوا تعال ليش حقين التغذية؟ قال لأن الطعام يفسد. قال ها، هل نستطيع أن نجعل للأجهزة تاريخ صلاحية؟ تفسد علشان استهلاك، بعدين إنتاج، بعدين وظيفة وظيفة وظيفة، إنتاج إنتاج إنتاج، استهلاك استهلاك استهلاك. ثم أعلن برنارد لندن عام 1933 في مؤتمر سمى ورقة العمل حقته أو مشروعه أفسدوها لتصلحوهم، أفسدوا الأجهزة لتصلحوا أسر الموظفين والعمال والمصانع وكذا. فاتفقوا على تقليل المنتجات جودتها في عدة معايير. واحد، المعيار الأول المناطق الحرجة. المناطق الحرجة قالوا نتفق أن السيارة المكينة ما يجيها شيء، بس البواجي على الديكور على البلوف على كذا لازم تتغير باستمرار عشان نقدر نبيع، ولأن المكينة أو العكوس لو صار شيء في شركات تأمين وكذا بتلزمنا، بس ما نبغاهم يموتون، نبغاهم يشترون. فاتفقوا على هذا. اثنين، اتفقوا أن قطع الغيار تكون قريبة من سعر المنتج الجديد. روح شو اشتري لك طابعة، إذا خلص حبرها بكم الحبر 180، بس يقول لك خذ لك واحدة جديدة بحبرها 240، هات جديد ارمي القديم. شاشة تلفزيون تنكسر ب 800 ريال، اشتري ب 1200 جديد وبس. شاشة جوال وهكذا، رفع سعر قيمة قطع الغيار. طيب ثلاثة، الفتح المنتج يعني إفساده، عطني أنا لأصلحه مو أنت، لأني أنا ما أصلح أنا أستبدل. كان أول كل شيء صلح، جيب لك دينامو حق فليزر يقعد يشتغلون فيه ثلاث سنوات، كل سنة نفس الخراب يزينونه، يلفون السير حق يلفون. الآن من يوم تجيبه حتى عند الآن الصيانة ما عاد في صيانة، في استبدال، استعمال استبدال استعمال استبدال استعمال استبدال، ما عاد في صيانة. طيب وإذا صار إيه هذا أتيتيوت عند الإنسان، استعمال استبدال حتى في العلاقات، أنا بفضى مين فاضي، أبا أصلح ما بيني وبين زوجتي، استبدل. صديقي أزعجك أسحب عليه. شوف الآن في كمية الرتويت على مثلا تغريدة فيها إذا العلاقات السامة إذا أزعجتك أسحب عليها، أو نعم 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 نعم، استبدال استبدال استبدال. فهذه الطريقة الثانية. الثالثة، الزوال المبرمج. الزوال مبرمج معناها أني أنا أبرمج أن هذا الجهاز يخرب برمجة. تشوف أحيانا تشتري طابعة يجيك رسالة خرطوش ما استخدمت لها ثلاث مرات، غير الخرطوش. والله ما استخدمتك، غير الخرطوش، أقسمت عليك تغير الخرطوش. طيب غيرنا الخرطوش، غيرنا الخرطوش، مبرمجة. أنت شاري جهاز أمورك طيبة، يقولك لا ترى التحديث الجديد الواتساب ما يشتغل على هذا، والتحديث الجديد الآيفون، وأصبحت التحديثات فخ، من يوم تحدث يخرب جوالك. خير إن شاء الله لك خمس سنين بهالجوال، غيره. طب ما عندي فلوس، معجبني ما خرب. لا، مو بمسألة ما خرب، لا لازم تغيره. فيصير في برمجة لهذا الزوال. هذا الاستبدال السريع ولا الثقافة عند الناس أنها ما تصبر وأنها ما تغير قطع الغيار وأنها لا تصلح ما تفسده في العلاقات، صار عندها مثل التوجه العقلي تجاه مثل هذه الأمور. طيب نجي بعد عملية الاستبدال إلى العملية الأكثر صراحة ألماً، اللي هي قضية تطبيقات التواصل. تطبيقات التواصل بعمر، شوف التقنية سهلت الحياة وصعبت العلاقات، أكيد صعبت العلاقات لكنها سهلت الحياة. والحياة الموجودة الآن تراها جميلة جداً للي عنده فلوس، مؤلمة اللي ما عنده فلوس، مؤلمة. شوف اللي ما عنده انترنت كيف يعاني، كيف يتعطل أصلاً، متعطل كل شيء عنده، بس أنت عشانك عندك فلوس ما تشعر أن عندك مشكلة أصلاً، بالعكس الحياة حلوة. الحياة حلوة لمن عنده فلوس، الحياة حلوة اللي معه حق، عشان تعاقدية معك حق، الحياة حلوة ترى. الحياة حلوة لمن عنده صلاحيات، لأنه يأمر ينهي وليس مجبورا على شيء. الحياة حلوة لمن يستطيع أن يستهلك، لمن يستطيع أن يستهلك. شوف كيف نظرات أبنائه إذا أرادوا شيء ولا يستطيع أن يأتي به. لا، الحياة جدا صعبة في هذه الحال. تطبيقات التواصل أول شيء سوته هو إذابة الحواجز بين الناس. يقول لي واحد ركبت معه
قلت له أعجب شيء صار. قال يا أخي أعجب شيء صار لي أني أنا عشت جيل لو أناظر سيارة اللي جنبي. قال لي لبك 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 إيش تناظر وإيش مدري إيش. يقول الآن أنا في جيل أركب أوقف عند باب ناس ما أعرفهم ما يعرفوني، الوسيط بيننا تطبيق، تركب معي بنتهم ما علي منها وين تروح، من تركب معها، والأماكن الخطر اللي تروح لها، كيف لابسة ما علي منها، أنزلها وتنتهي علاقتي عند هذا الحد. إذهبة الحواجز يقول هذا شيء بالنسبة لي أنا مخيف، هو يقول ذلك، وهذه لفتة تستحق التأمل. طيب نجي الآن في قضية مثل هذه التطبيقات، غير إذهبة الحواجز في غاية الأهمية قاعدة من قواعد بناء العلاقات. بناء العلاقات قائم على تلبية الحاجات، لا يوجد علاقة بدون حاجة، قاعدة لا يوجد علاقة، حتى العلاقة مع الله لحاجة، ولكن علاقة الله مع الناس ليست لحاجة، هو المستغني سبحانه. تلبية الحاجات وصمغ العلاقات، ولذلك الناس ليسوا مصلحجيين، الناس يمارسون فطريتهم وبشريتهم. كل العلاقات قائمة على تلبية حاجات. تلبية حاجات مو لازم اني اعطيك كافي ولا اعطيك، تلبية حاجات انك تكون مستمع لي جيد، يا اخي اني ارتاح لك، اني مستطيع جالس معك، قائمة على تلبية الحاجات. كلما زادت الحاجة منك زاد تواصل الناس معك طبيعي جدا. اذا انت تقبلتها ترى ما راح تقول والله خذ ياسر شغله مني يسحب علي ما عاد يتواصل معي. اي طبيعي، هذه طبيعة العلاقات. طبيعة العلاقات اني انا حتى علاقتي مع ابوي وامي تختلف باختلاف حاجتي لهم. الناس تحب أمهاتها أكثر لأن أمها الأم تقدم حاجات أكثر من الأب. إذا توترت العلاقة راح للأب. واحد يقول لي أبوي وعدني بيشتري لي سيارة، يقول والله ذاك الأسبوع يلقى هوا مع أبوي، يا شفت في عيونه حب، طبعا كان موجود بس هو بدأ يشوفه لأن الحاجة موجودة الآن.